بعطيني هلا هاي عندنا هاي واضح بين هاي الازرق سكني اسود صح بينها A B C D E F G H I J طيب شي هاي For all circles هذا هذا المان بس أنا هذا For all circles X is above F ليه؟ لو نكتبها طبعا هذا لوجيك ها؟ شو يعني؟ لو نكتبها بال For all X such that circle X above XF طب سيد هاي نفس اللي شو صح؟ شوي شوي بس خليك معي above XF مظبوط؟ على فكرة طب وين الكوانتيفيكيشن تبع F؟ ممنوع يبقى فاريبل بين الجملة الفيرسون دبليو جي ما يقولوش كوانتيفاير ممنوع سنتكس زيرو ممنوع هلا طب وين كنت بدي اجي تبع اف كونستانت مش فاهم طبعا الكونستانت بده كوانتيفاير طبعا شو هي معناها على فكره انا ما عندي صح بس هي نفس هاي الجمله كل اكس اذا اكس سيركل ذن اكس اباف اف يعني كل دائرة تقطع فوق F أو أي شيء إذا كان دائرة معناته بيكون هو فوق F وين F؟ مظبوط؟ كل الدوائر فوق F هيك معنا مظبوط؟ صحيح دكتور لحظة هي مش كل دوائر أي شيء أي شيء إذا كان دائرة فهو بدل ما تحط هاي بصير تحط فور اول اكس تنتمي لسيركل بدل من سيركل اكس بس نفس الشيء نفس المعنى صح؟ بدل ما تحط اف نفس المعنى ما ماشي تصير بس يعني حلي صح يعني بكون لو حكيت لي اعملها فورم اذا بس اي شيء مو يعني طلع كيف طلع وين الدنيا اوكي قصدي يكون بقدر احط فور اول اكس تنتمي لسيركل above x هلا شو الفرق يا طيب انت بتعرف اميز انه هاي احلى ولا هاي وهي المشكلة طبعا حسب انت شو بدك تفهم من الجمله المقطعه عندك اذا انا قلت لك كل الاشياء اذا كانت دوائر فهي ما نفس يا اخي اسمعني اذا كان كل الاشياء اذا كانت دوائر فهي فوق حلو واذا كل الدوائر فوق نفس المعنى هلا بحامي هذا السياق طلع نفس المعنى بس مش مرات خلينا نكمل ايوه مرات كسياق مش معطي هيك طب هو استاذ بدناش في فرق بين جبناش اياهم في الامتحان بدنا مثال قبل هيك هلا الامتحان هذا مش هدف الامتحان لا لا بس خليني انا طلع اسمع هلا يعني انا بالاخر بعلمكيش عشان الامتحان يعني الامتحان طبعا بكونش غامض كثير بكونش غامض يعني بعطيكيش جمله غامضه انك ما تعرفش تسوي يا بس غامض بس في فرق هلا بس بالواقع انا بعلمك علم عشان تسوي بالواقع هلا بالواقع هالفرق الصغير بين النهار حسب السياق مرات تيجي معك مرات ما تجيش لاحظ؟ فهدفي أن أول شيء أنا إيش أعلم وأنسى الامتحان لاحظ علي هلا أرد عليك إذا كان السياق في الامتحان أنا بعطيك السؤال تزبط فيه اثنين تحط أي واحد أنا لازم أقبلها فهمت علي كيف؟ طبعا أنا بحاول إنه برضه أجيب شيء مش غامض أو إذا جبت شيء غامض بقبل الجوابين هذا للامتحان بس رجاء اطلع أنت من مخك الامتحان أنا مش فاهم حاسس حالك اقسم فيه المسلم نفس الشيء نفس الشيء هذا السياق نفس الشيء كل الاشياء اذا كانت دوائر فهي فوق كل الدوائر كل أقول كل الدوائر هي فوق صح نفس المعنى بهذا السياق نفسه برضه نفس المعنى
طيب نيجي نحكي هاي there is a square x such that x is blocked. شو يعني؟ يوجد مربع أسود. وينه؟ ها؟ إيه؟ يوجد مربع أسود. طيب هلا هاي هذول هذول هنعرفهم من زمان. هاي شو حلهم؟ For all x. For all circles. يعني طبعا for all x circle بس اشوف من x ها circle x for all x circle x circle x then يعني for all x اذا x circle then يوجد square y square يوجد y square square y and same color x1 x1 هاي هاي ماشي واضحة؟ على فكرة هذا المثال موجود في السيشن مش الأول. لأنه أعطيك ملاحظة، السيشن ها مستعمل كثير هو هذا المثال. بس ولا السيشن ما كانش فورمال لاحقين الكتاب، ما كانش فورمال الأوثر تبع الكتاب. ما كانش بيكتب بهي فورمال زي ما احنا اتفقنا على من البداية لوين ده؟ بآخر مثال بتسوي. بعدين بقول لك اوه اكتب هسه فورمال فانا من اول اعلمكم عن الفورمال استاذ اكتب يا جماعه قبل شوي فور اول اكس دايركت اس واي ابسولوت الكوانتيفاير الكوانتيفاير بدك تعرف تذكرني بسؤالك بعد شوي عشان اشرحه بطريقه احسن ذكرني هلا هاي شو معناها؟ ايش معناها؟ يوجد يوجد مربع جميع الترينجلز جميع الترينجلز مالها؟ المربعات على يمينه ولا شمال؟ المربعات على يمينه يعني يوجد يعني مش بعطيكم اياها فورم ثاني هي هاي ما على فكره هذا غير فورم لوجيك there exists square x and there and يعني يوجد square square وهم هذا square سوري هل يوجد شيء هذا الشيء هو square وكل تريانجل وكل شيء اذا كان تريانجل ها ف اكس يمين واي وكانه هذا التريانجل على شمال الاكس يعني او او على يمين الاكس او اكس على يمين الواي اللي هي في مربع يجي هون مربع مثلث في مربع رايت اوف هلا انو الاكس الاكس از سكوير at the right of what? x هذول سكويرز اللي عندنا x بيكون على يمين هو على يمين y y is a triangle اوكي نو مش مربع واحد على يمين مربع واحد هلا اقرا at the right of انت بدك تقراها بطريقه هلا x is a square صح؟ فوكأن تكون في مربع هو على يمين واي. عارف اذا بدك تقيس تقراها هيك يعني مربع على يمين تريانجل او تقول تريانجل على الشمال مربع. في هون مش قصده يعني انه هون في مربع واحد على الاقل على يمين على يمين على يمين على يمين
بس بفسرها كل مره بخربش بها الطلاب. بس بس طلعوا عنها لما بقول احنا بنعرف انه اكس اكس سكوير بنعرف انه واي تراي اهلي. اه بفسرش كل الجمله بفسر بها. ففي في مربع او عندنا مربع بيكون على هو على يمين واي يعني مربع على يمين كل المثلث مربع على يمين مثلث او مثلث على شمال مربع نفس الشيء واضح هذا بعدين بنكمل اوكي نعم خلينا نمشي هلا خلينا نفتح شهيدكم مع تروح على المطعم لان ثلاث اشخاص راحوا على المطعم هاي منه هاي كلها منه هلا هاي بنسميها ايتم وهاي بنسميها ستيشن يعني هاي ستيشن ستيشن يعني زي سيكشنز في المهم يوتا وتم وين يوتا ايش طبعا جرين سلاد سباجيتي باي وميلك وتم فروت سلاد فيش وباي باي وكوفي وكوفي وميلك وين سباجيتي ما طلبش من هون شيء سباجيتي فيش وباي وصودا شو يعني صودا؟ صوره على المين غازيني طيب هلا شو هي معناها؟ they exist هذا مش شرط يكون صحيح نحن نترو ولا فولس they exist an item في item such that كل الناس طلبوا صح؟ أنه واحد؟ باي باي ها؟ في واحد كلهم طلبوه؟ باي There is an item that was chosen by every student بدي أكتبها بس الطريقة على طريقة ما There exist I ها؟ هو item تعمل item such that كل او بقدر اكمل قبل ما احط السلبه زي ما بدي بقدر اقول فور اول كوما فور اول اس تنتمي الى يودا سجل تشوز اس في ايتم لحظه لحظه في ايتم واحد اول شيء طلع هون انو اللي تشوز ستودنت تشوز ايتم قديش ستودنت كل ستودنت تشوز وان ايتم او في ايتم تشوز هاي بصراحة كل مرة كل سنة بصير معي مشكلة مع الطلاب مش هاي تحديدا انه لا حسب مرات شو بقول بيطلع جملة ثانية هلا انت لما تختار هذول الكوانتيفيكيشن لو جبت هاي وحطيتها مطرح هاي اسمها رملة بس مش دائما حسب مش معنى ده شو بيطلع معك مش دائما مش دائما حسب المعنى شو بيطلع معك يعني بيطلع هون يعني لو بدي هون ممكن ممكن يعني هاي نقراها ايش؟ ذير از تقراها بالعربي احسن شي هاي؟ يوجد صرف تم اختيار من جميع الطلاب هل لو انا غيرت قراءتي وحطيتها for all as تنتمي الى student
فاصلي there exists I ينتمي إلى item such that choose لاحظوا مش راح ايه هذول S I شو هاي السي تي لو بتقراها نفس الشيء جميع الطلاب خلينا نشوف اذا مش نفس الكلام ترى ها كل طالب اختار شو اختار ايتم واحد مش نفس كيف؟ ما جاش معنا انه جميع الطلاب اختاروا نفس الشيء اجت كل الطلاب اختاروا كل واحد سنة فيش علاقة صفحة كل طالب اخذ صفحة هاي يوجد او كل طالب مش لازم تترجمها غلط ما انا بدي انا اوصلكم لما نوصل كل طالب اختار اختار ايش؟ سن واحد واحد انا لازم نكتب اس اي اي واز باي خلينا نعمل هلا عن ال نتعلم الدرس شو الفرق بين ما اقول اللي بالكيين طلبوا شو الفرق بين ما اقول يو في سن اختاروا كل الطلاب كل الطلاب اختاروا سن واحد كل طالب اختار سن واحد على الاقل مثلهم؟ بس بالشرط تختار نفس السؤال الأولى فيش شيء ثاني اللي اختار نفس الشيء يعني الأولى حكيت الأولى ما بقدرش أعرف أنو صنف هيك بتقول؟ لا الأولى ما دليش إنه عن جد هم كلهم اختاروا نفس الشيء يعني الأعلى اللي فوق يوجد أيتم الطلاب اختاروا يعني مش شرط كل الطلاب اختاروا نفس الأيتم اللي فوق بيعمل بس ما تقدرش لا هلا قبل ما تقول المعنى الاولى الصح ولا انا بدي اعرف الفرق بدي اعرف وين الحالات اللي واحدة منهم بتغطيش الثانية باختصار يعني اعطيني مثال هون انه هي 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 ظابطه عنا فهمت كل طالب اختار صنف واحد على الاقل بس شو اكيد واحد يعني ممكن انه يوتا اختار على فكره هاي امحى هذول اختار بس جريزر بس مش شرط شوي بس تخيل هل هي الجملة صح؟ صح بس لازم كل الطلاب كل طالب اختار صف واحد على الاقل ماشي؟ هلا هاي يوجد صف تم اختياره كل الطلاب في سن اختاروا جميع كل الطلاب لازم تشوز نغيرها شوي بس في سن اختاروه كل الطلاب بس مش مبين انه تشوز مش مبين انه نفس الصف كل الطلاب اختاروه هلا اني تتضمن الثاني الاولى شو يعني تتضمن؟ اشمل يعني شو الثاني اللي مو ريستريكشن هي الاشمل صح؟ اللي محدد اكثر هي الاشمل هلا بالعكس هلا سرعش كل بالعكس مش بالعكس سمج وممكن تكون صح بس لا هلا يوجد صنف تم اختياره من كل الطلاب هل هاي تتضمن انه كل طالب اختار صنف واحد على الاقل؟ كل طالب اختار صنف واحد على الاقل هل هاي تتضمن انه لا مش شو صنف واحد هل هاي تتضمن ها؟ لا انا تتضمن اذا الاولى يعني معناته مور ريستريكشنز شفتوا الفرق بينهم؟ يعني لما تيجوا تقولوا لي انكم بدلتوا شفتوا شو بيطلع معاكم؟ ها؟ بيطلع معاكم اشياء تختلف يعني ممكن تقول الطلاب طيب هلا بس ثواني هلا هاي عندكم الحل بس تقراها معلش هاي شو هي؟ يوجد طالب يوجد طالب اختار كل الايتمز في واحد مختار كل الايتمز فيش there is a student who chose every available item false صح؟
and every sorry في طالب اختار كل شيء صح لحظة في طالب اختار في طالب واحد على الأقل معلش الكل عندي هون في طالب واحد على الأقل صدق كل ستيشنز واحد اثنين ثلاثة كل ستيشنز ويوجد ايتم واحد ما ها وين موجود؟ في سير هلا ذا اس تشوز اي يعني هذا نروح بالعكس طالب اختار ايتم من كل صن هيك معناها كل سكشن كل سكشن صح مضبوط ايتم واحد من كل سكشن في طالب اختار ايتم واحد على الاقل من كل سكشن الأول يوجد طيب هاي يعني هون هذا مثال حلو فيه انه بورجيكم ثلاث فاريبلز ثلاث مش اثنين يعني مع ثلاث كوانتيفايرز اكس واي زد طب هاي كل طالب كل طالب وكل ستيشن يوجد ايتم واحد على الاقل من هاي الستيشن فجاه انه الطالب هذا اختار هذا الايتم يعني يعني شو معناها؟ كل طالب اختار صنف واحد على الاقل من كل ستيشن every student chose at least one item from every station